لو الحكاية فيها إن فيتو كان في مستوى الطالب مش هقولك الدحيح، عايز أينشتاين يطلع يحل الامتحان. امتحان صعب قوي والنقط كبيرة كبيرة ورخي كتير قوي، والوقت الوقت يعني كفى بس مش قوي. أنا هو خلاص يعني كان فاضل حوالي مثلا 10 دقايق ولا ربع ساعة ولسه في أسئلة ما اتحلتش أصلا، والأصل اللي حط الامتحان يعني ما أعرفش هو حطه بص لنا بصة إزاي وبيحط الامتحان. الامتحان كان صعب جدا ومش لوحده، يعني الأحياء بس مش اللي صعبة، كان عندك الديناميكا والاستيكا دول يعني حسب الله ونعم الوكيل. الامتحان كان صعب قوي والجدول أصلا غير كده، يعني تقنعني إزاي في يوم ونص هقفل الأحياء وأخش امتحن فين حتى لو مراجع ومذاكر ومقفلها، ما مش عارف في يوم ونص راجع الاحياء واخش امتحان. انت عندك العام عندهم واخدين 8 ايام او 10 ايام على ما اعتقد قبل امتحان الفيزياء، يعني لو واحد ما فتحش الامتحان خالص ما فتحش الماده خالص قبل الامتحان هيقعد ال 8 ايام دول هيذاكر كل يوم فصل ويرجع يراجع قبل الامتحان بيومين هيخش يقفل. انما الازهر ما حدش بيسلم.